العقوبه وتقول اشياء لا تحدث في النادي الاهلي، وانت عمرك ما عاقبت حد. انا متاكد ان لو جبنا الاستاذ احمد عفيفي نفسه قعد مكاني هو هيراجع نفسه في الفيديو ده، لان الحقيقه تاريخ النادي الاهلي من العقوبات للاعبين المؤثرين اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا، بدايه من الكابتن حسين حجازي ابو الكره المصريه. مش هتكلم في فكره كمان ايقاف لاعبين في 85 ونلعب بالناشئين امام الزمالك، لان ربما ده كان خطا داخلي بيحدث في النادي الاهلي. خلينا بس متفقين الاول ان النادي الاهلي زيه زي اي مؤسسه، وارد جدا يحصل فيها اخطاء، ده شيء طبيعي جدا لاننا في النهايه بشر، لكن احنا عندنا دايما في عقاب للخطا ده وبنسبه تتجاوز 90% بنعاقب الخطا. كابتن حسام حسن وما ادراك ما حسام حسن في التسعينات مشاده مع الكابتن نصر التليس تم ايقافه، والمدير الفني وقتها كلم الكابتن صالح سليم قال له النادي الاهلي ده راس الحربه الاهم ومش هقدر اخد الدوري لو تم ايقاف حسام حسن، قال له ما تاخدش الدوري وهوقف حسام حسن. كابتن ابراهيم حسن في واقع في المغرب وتعرض لاستفزازات جماهيريه كبيره جدا دفعته لسلوك غير رياضي قبل ما الطياره توصل مصر، كان الكابتن ابراهيم حسن تم ايقافه. وكتير جدا حصلت مع ابراهيم سعيد والكابتن عصام الحضري والكابتن محمد ابو تريكه، الاسماء اللي انا بقولها لكم دي اسماء اساطير، ما ينفعش تقول لاعب مؤثر او لاعب غير مؤثر. اما فكره الباد لوزر واللي حضرتك قسمتها ما بين جمهور ما بيتقبلش هزيمه ومجلس اداره وفلسفه نادي لا تتقبل هزيمه، انا لسه قايل لك ان الكابتن محمود الخطيب اعترف وعملنا صفقات في يناير بعد الهزيمه من الترجي المباراه اللي فعلا ما لعبناش عليها، ما شطناش كوره على المرمى، لكن ده ممكن يكون فلسفه نادي، لكن ده صعب جدا كمان تلاقيه موجود في فلسفه وثقافه الجماهير. عندنا فيديوهات اعتقد يا فارس بتتكلم عن فكره الجماهير وقت الخساره بتكون عامله ازاي. استقبال النادي الاهلي في لحظه هي بيبان فيها عقليه الباد لوزر بجد. باد لوزر وده مفهوم انا شايفه من اخطر الحاجات اللي اتقالت على النادي الاهلي، لان سياقات النادي الاهلي تاريخيا كلها بتختلف عن فكرة ان هو الخاسر اللي ما بيتقبلش الخسارة، ما بيستوعبش اسبابها، فبالتالي الباد لوزر دايما ما بيصلحش من اسباب الخسارة عشان يحقق النجاح، ودي اخر حاجة بتحصل في النادي الاهلي وبتحصل في اندية بتشوف العفاريت او السحر او اسباب غير طبيعية هي اللي بتخليها تخسر. اعتقد دايما في قاعدة بتقول ان الانسان احيانا يردد الاشياء التي يؤمن انها بداخله ليلصقها بالآخرين. نشوف جمهور النادي الأهلي في 2008 وهو بيستقبل فريق النادي الأهلي اللي كان في وضع صعب جدا، مش أبدا صفات الجمهور اللي عارف يعني إيه باد لوزر أو دي عقليته أنه يكون بالشكل ده. نطلع للفيديو. ده مجرد موقف، بس في مواقف تانية تبين لك قد ايه جمهور النادي الاهلي او عقلية النادي الاهلي، هي مش العقلية دي ابدا، هي عقليات اخرى اللي تقدر تصفها بكده وانت تدركها جيدا.